بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلته 011-80-88-3، وعلى بركة الله نبدأ بتفسير الآيات المباركات في أواخر سورة النحل في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الآيات الكريمات يرسم الله سبحانه وتعالى لنبيه ولأمته منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسيرون عليه في دعوتهم إلى الله. فمنهج الدعوة ليس هو أمر اصطلاحي، كل فرقة أو كل جماعة تخط لها منهجا يأمر بها رئيسها وتبايع عليه كما عليه بعض الفرق وبعض الجماعات، بل المسلمون على منهج واحد في دعوتهم إلى الله، وهو منهج الكتاب والسنة، وما وعلى وفق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام. ادعو إلى سبيل ربك، لا إلى غيره، يعني ادعو إلى شرع الله وإلى دين الله وإلى ما يوصل إلى الله، إلى سبيل ربك وهو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوصل إلى دنيا أو إلى رياسة أو إلى، إنما يوصل إلى الله، هذا هو سبيل الله. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إلى سبيل ربك بالحكمة، لأن المدعوين لهم درجات، الدرجة الأولى أن يكونوا جهالا لا يعرفون الحكم فيبين لهم الحكم ويوضح لهم،
والغالب أنهم يقبلونه لأنهم ما تركوه إلا عن جهل، فإذا علموه فإنهم يأخذون به. الدرجة الثانية من يعرفون الحكم ولكنهم يتكاسلون عن العمل به أو يذهبون إلى غيره من أهوائهم ومن يقلدونهم، فهؤلاء يحتاجون إلى الموعظة، إلى الموعظة، وأنهم يخوفون بالله عز وجل، لأن من عرف الحق وجب عليه أن يعمل به ولا يتكاسل ويتباطأ عنه أو يتركه إلى غيره، فيوعظون ويخوفون بالله عز وجل. المرتبة الثالثة من الناس من يجادل إذا دعي إلى الله وبين له الحق، يجادل ويأتي بشبهات ويأتي ويحتج بأقوال من هنا وهناك، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن القصد هو الوصول إلى الحق وليس المكابرة، وليس المقصود الانتصار لبعض الطرفين على الآخر، إنما المقصود هو بيان الحق والرد على الباطل. جادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهو يعلم من يقبل الحق فيزيده رغبة فيه، ويعلم من لا يريد الحق فيعامله بما يستحق. هو إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، لا يريد الحق إنما يريد الضلال، هذا توعده الله جل وعلا بأنه يعلمه وأنه سيعاقبه إن لم يتوب إلى الله عز وجل. وهو أعلم بالمهتدين الذين قصدهم من الجدال أو قصدهم من المناقشة الوصول إلى الحق، فهؤلاء الله يعلم ما في قلوبهم، لأن المجادل إما أن يكون يريد المكابرة وهو يعلم الحق، وإما أن يكون قد اشتبه عليه شيء فيريد إزالة الشبهة، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، وهذا يوفقه الله سبحانه وتعالى لقبول الحق. ثم قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا حصل من المدعوين اعتداء على الداعية فالأولى به أن يصبر وأن يمضي في طريقه، وإذا أراد أن يقتص منهم فليكن ذلك بالعدل. عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني القصاص يكون بالعدل، الله أباح القصاص، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم ولم تعاقبوا فهو خير للصابرين من أنهم ينتصرون ويأخذون حقهم، فليصبرون على ذلك. الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بأنه يثيبهم جزيل الثواب، وأنه ينصرهم ويجعل العاقبة لهم في النهاية. إن صبرتم فهو خير للصابرين. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر، لأنه لاقى من المشركين في دعوته في مكة، لاقى منهم أشد الأذى وضايقوه صلى الله عليه وسلم، ولكنه صبر وأعانه الله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله، احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى بالصبر على أذاهم، ولا تحزن عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزن إذا رآهم على الضلال وأنهم لا يقبلون الحق
لأنه مشفق عليهم ويريد لهم النجاة. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك. وهذا من كمال شفقته ونصحه صلى الله عليه وسلم. فالله يقول له: أنت بلغتهم، وكونهم لم يقبلوا هذا إثمه عليهم، وأنت أديت ما عليك، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا تتضايق من مكرهم وجولاتهم وسخريتهم بك، لا تتضايق من ذلك، فإن هذا إثمه عليهم ويرجع وباله عليهم، وأما أنت فإن لك الأجر والثواب. فالله جل وعلا طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تك في ضيق مما يمكرون، فإن الله أشد مكرا يمكر بهم من حيث لا يشعرون. نعم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم قال الله جل وعلا مبينا لنبيه عاقبة الصبر والاحتساب: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بعلمه ومعهم بنصرته وتأييده وحمايته لهم. فالمعية على قسمين: معية عامة لجميع الخلق، ومعناها الإحاطة والاطلاع على أعمالهم وإحصاء أعمالهم، ومعية خاصة وهي للمؤمنين خاصة، معية نصر وتأييد وثواب وجزاء حسن. هذه النوع الثاني من المعية، وهذه لا تكون إلا للصابرين وأهل الإيمان والمتقين. إن الله مع الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، والذين هم محسنون، الذين هم محسنون للعمل على سنة الله جل وعلا وسنة رسوله، يعملون بموجب الدليل والبرهان، لا يعملون بموجب الهوى أو إرضاء فلان أو علان، إنما يحسنون العمل ويتقنونه يرجون ثواب الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على تفسير هذه الآيات. نذكر السادة المشاهدين مرة ثانية بصفر واحد واحد تليفون البرنامج 80 88 3000. وصلتنا أسئلة ورسائل قبل بداية البرنامج. الأخت سارة من ميرات تقول: فضيلة الشيخ صالح، نتابع هذا البرنامج بشغف وندعو للشيخ صالح جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. ولي مجموعة من الأسئلة تقول: ما صحة هذه الرقية يا شيخ صالح؟ قراءة السور التالية بعد كل صلاة: الفاتحة، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس، آية الكرسي وأواخر سورة البقرة، ثم وضع اليد اليمنى على الألم وقول بسم الله ثلاثا: اللهم إني أعوذ بقدرتك وعزتك مما أجد وأحاذر، 7 مرات. نعم، هذا الذي يكون بعد الصلاة هذا يكون ورد، هذا يكون الورد، بأن يقرأ الإخلاص والمعوذتين، وإذا قرأ آية الكرسي وقرأ آخر آية من سورة البقرة فهذا أتم وأكمل، يكون هذا من الورد الذي يحفظه الله به. وأما الرقية فتكون عند الإصابة والمرض، فيرقي بالفاتحة ويرقي بالإخلاص والمعوذتين ويرقي بالأدعية الواردة في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: شيخ، سوف أخذ عمرة مع أختي ومعها ولدها عمرها 14 سنة، هل العمرة تكون صحيحة ويكون محرم؟ إذا كان بالغا عاقلا فهو محرم لها، لأنها خالته ولأمه، محرم لها ولأمه، ما دام أنه بلغ وهو عاقل فهو محرم للعمرة ولغيرها من الأسفار. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. أبو ريان من الرياض، تفضل أبو ريان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. جزاك الله بخير طال عمرك. حياكم الله. الله يجزاه خير يا شيخ، الله يجزاه خير. والدي متوفي الله يرحمه، ابغى تدعي له. وأنا يا شيخ أتصدق، أنا دائما يعني أنوي بس إني ما أنفض بالنية، إني تكون يعني داخلي، فهل يعني تقبل إن شاء الله؟ إن شاء الله، ما هو بلازم التلفظ، الكلام على النية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصدقة عن والدك من البر به، ويصل ثوابها إليه إن شاء الله. نعم يا شيخ، يا شيخ الله يجزاك خير، ودعي تدعي لي يا شيخ بالثبات والشفاء، وأن يجزيني الله زوجة صالح. الله يحفظك يا شيخ. الله يثبتنا وإياك على الحق، ويهدينا وإياك والمسلمين للصراط المستقيم. نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هذا أبو عبد الله يقول: أقدم من الدوام إلى بيتي متعبا، ولم أكن قد أديت راتبة الظهر، فهل لي تأخير ذلك بعد أن أستيقظ لأداء صلاة العصر بعد دخول وقت العصر؟ يا أخي، المبادرة بالراتبة بعد الظهر أولى، لئلا تنساها وتنشغل عنها، وهي لا تأخذ لك وقتا ولا تحملك جهدا. ما دمت صليت الظهر فإنك تصلي الراتبة بعدها، وهذا يسير عليك إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ صالح. هل للأم أن تأخذ من مال ولدها كالأب، سواء كان هذا الولد بالغا أم غير بالغ، علما بأن الولد لا يتضرر من المبلغ الذي تأخذه الأم؟ أما الأخذ من مال الولد فهو للوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. وأما الأم فيعطيها الولد من باب البر، يعطيها من باب البر والإحسان إليها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا يقول في سؤاله: قلت لشخص: سأهب لك جهازي هذا، لكن قبل أن يقبضه ورجعت عن هبتي له، فهل يعد هذا من إخلاف الوعد المحرم؟ لا، ما يلزمك الوعد، ما يلزمك على عند الجمهور، ما يلزمك، لا يلزمك تنفيذه، والهبة ما تلزم إلا بقبضها، فإذا قبضها الموهوب له فلا يجوز لك الرجوع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أما قبل قبضها فلك أن ترجع. نعم، أبو فهد من جازان. ألو. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أيوة، عندي سؤال بالله. تفضل. السؤال الأول، أسأل عن الكتابات في البنوك، ما أدري هي حلال ولا حرام، لا ندري عنها، نكتتب وما ندري ولا شيء. طيب، يجاوب الشيخ. إيش السؤال؟ يقول: الاكتتابات في المصارف، المصارف التي ليس فيها ربا، التي ليس فيها ربا وإنما تشتغل بالمعاملات المباحة، لا بأس بها. وأما المصارف الربوية فلا يجوز لك أن تسهم فيها. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا جمعت بين المغرب والعشاء، فهل يكفي أن آتي بالذكر بعد الصلاة مرة واحدة، أو لكل صلاة ذكرها؟ يكفي الذكر مرة واحدة للصلاتين، لأنه يدخل بعضه في بعض. نعم، من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ:
هل التوبة تكون من الكبائر أم أنها أيضا تكون من الصغائر؟ وما شروط التوبة؟ التوبة تكون من جميع الذنوب، من الكبائر ومن الصغائر. الله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبه، ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة تكون من جميع الذنوب، من الكفر فما دونه والكبائر والصغائر، مطلوبة التوبة منها. والله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أي توبوا إليه. فالتوبة لا بد منها للكبائر وللصغائر، ومن الشرك والكفر وما دونه، من جميع الذنوب. فإذا كانت التوبة توبة صحيحة قبلها الله سبحانه وتعالى، وهي ما توفرت شروطها. الشرط الأول أن يترك الذنب الذي تاب منه ويبتعد عنه، فإن تاب وهو على ذنبه ولم يتركه وإنما تاب بلسانه فقط فإن توبته لا تقبل. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب التي تاب منها داء أبدا في المستقبل، يتوب توبة مستمرة. فإن كانت توبته مؤقتة في وقت ثم يعود إلى الذنوب، ينوي هذا، ينوي أنه يتوب في رمضان، يتوب وقت الحج، يتوب كذا في المواسم الخير، ويحدث نفسه أنه سيرجع إلى المعاصي بعد ذلك، فإن توبته لا تقبل لأنها توبة مؤقتة. والله لا يقبل إلا التوبة المؤبدة الدائمة. الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنوب، إذا تذكر يندم على ما حصل، يستحي من الله عز وجل. إذا توافرت هذه الشروط التوبة مقبولة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ علي من الرياض. تفضل يا علي. علي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. والسلام ورحمة الله. ورحمة الله. أبغى أسأل فضيلة الشيخ الله يحفظكم، أنا أخذت قرض من البنك. نعم. أبغى القرض هذا اللي زاد علي حالي مبلغ 4000 أو 6000، هل يعتبر هذا من الربا أو لا؟ طيب شكرا. نعم، القرض الذي فيه زيادة ربا. القرض الحسن هو أن ترد القرض بمقداره ولا تزد عليه. إذا كانت الزيادة مشروطة فإن هذا هو الربا الصريح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد أجمع العلماء على ذلك. أما القرض الحسن فهو الذي يقصد به الأجر والثواب ولا يشترط عليه زيادة، هذا هو القرض الحسن. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يسأل عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء، وما صفته؟ أن يجذب الماء إلى داخل أنفه بقوة ليتبلغ داخل الأنف بالماء، إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، هذا السؤال دائما نسأل عنه فضيلة الشيخ في برنامج الفتاوى. يقول السائل فيه: توضأت بالماء وضوءا شرعيا ثم لبست الخفين وسافرت إلى منتزه بعيد لا يوجد معنا ماء يكفي للوضوء، فكنت أتيمم للصلاة وجلست على هذه الحالة 3 أيام ثم توفر لدينا الماء. والسؤال للشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل انقضت مدة المسح على الخفين
إذا لم تنقضي هل يجوز أن أمسح على الخفين بطهارة التيمم علما بأني قد لبست ذلك قبل 3 أيام بطهارة بالماء؟ مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم. فإذا توضأ من حدث بعدما لبس الخفين فتبدأ مدة المسح من هذا الوقت، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فأنت اعتبر الأول مسحة بعد الحدث، أول مسحة للخفين بعد الحدث تبدأ منها مدة المسح. نعم. نواف من مكة المكرمة، تفضل يا نواف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بالخير والرضا. تفضل. أبي أسأل الشيخ الله يحفظكم ويجزاكم خير عن الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. شكرا. نعم، الآية واضحة يا أخي أن العلماء هم أهل خشية الله، لأنهم أعلم بالله وأعرف بالله من غيرهم، فخشيتهم لله تكون عن علم وعن بصيرة، فتكون أشد من خشية غيرهم. فهذا فيه أنه يجب على العلماء من خشية الله أكثر مما يجب على غيرهم من الجهال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هذا السائل: امرأة لما رأت من زوجها تأخرا من ذبح عقيقة عن ابنيهما قامت هي واشترت العقيقة وذبحتها بدون إذن من زوجها، فهل هذا جائز؟ نعم، حصل المقصود. إذا ذبح العقيقة الوالد أو الوالدة أو حتى أجنبي منهما فإنه حصل المقصود والحمد لله. المدار على النية، إذا نوى أنها عقيقة وذبحها فإنها تجزئ بإذن الله. نعم. علي من جازان، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ممكن سؤال؟ تفضل. أنا عندي الوالد توفى نحن في رمضان وحصلنا له عداد يعني باسمه، هل في ذمته المبلغ أم مو في ذمته؟ نعم، أعد السؤال مرة ثانية. والدي توفى وفي عنده عداد في بيت ثاني، يعني كان عنده واحد واحنا ما ندري عنه، تمام، ودحين العداد بيجي عليه مبلغ فلوس، هل في ذمة الوالد أم مو في ذمته؟ نعم نعم، هذا دين في ذمة الوالد، مصروف العداد الذي حصل في حياته، اشتغل العداد في حياته وحصل مبلغ من تلقاء استعمال العداد وصرف الكهرباء، فإنه في ذمة الوالد، دين في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، كنت في عجلة من أمري بالزواج فتقدمت لخطبة أكثر من امرأة في وقت واحد، فمن قبل بي أولا تزوجت منهم، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ولكن الذي ينبغي أنك تختار الأمثل لك والأرغب إليك وتخطبها، فإن استجابوا الحمد لله، وإن ردوا الخطبة فإنك تذهب إلى غيرها، لا تخطب عدة نساء في آن واحد. نعم. يقول: أرجو من الشيخ نصيحة لأولئك الشباب الذين تأخروا في الزواج، وصلوا إلى 35 ويقولون نريد أن نكون أنفسنا ومن ثم الزواج. الزواج حسب الحاجة، إذا كانوا يخافون على أنفسهم، إذا لم يتزوجوا يخافون على أنفسهم من الفساد أو من التطلع إلى النساء، فإنهم يبادرون بالزواج، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب،
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي حث على المبادرة بالزواج إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من الحرام أو من التطلع إلى النساء، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأما إذا كان لا يخاف وكونه يبادر بالزواج أحسن، لما فيه من المصالح وما فيه من الذرية وما فيه من الخير، تكافل بين الزوجين. فالزواج خير على كل حال، الزواج فيه خير. نعم. أبو حمد من الرياض. السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟ عليكم السلام. أسأل الله أن يرفع قدرك يا شيخ، يعلم الله أن نحبك بالله يا شيخ. جزاك الله خير. سؤالك. سؤالي الأول يا شيخ، أنا فيه. سبق أنا أخذت لي مرة وعندي بنية، والبنية صارت تنزل صور في الاستخدام وكذا، فأنا والله أبغى أسأل إني أقدر أخذها أربيها عندي ولا أخليها عند أمها، رغم أن الوالد الله يرحمه توفى هو اللي أصر على أنها تقعد. هذا أول سؤال. طيب جاوب الشيخ. لحظة يا أخي، إن كانت البنت دون السبع وأمها ليست متزوجة فإنها أحق بحضانتها، أما إن كانت تزوجت من أجنبي من المحظون أو أنها بلغت 7 سنين فإنك تستلمها عندك لتربيها وتشرف عليها حتى يتسلمها زوجها. نعم. صلى الإمام على جنازة رجل و3 أطفال، فظننت أنه يصلي على رجل وامرأة، ودخلت بهذه النية، فهل أنال أجر 4 أقراط؟ إن شاء الله، إن شاء الله أنت على أجرك في المترتب على الصلاة على الجنازة، وإذا كانت عدة جنائز فالخير أكثر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما المقصود بالابتداع في الدين؟ الابتداع؟ نعم. الابتداع في الدين هو إحداث شيء لم يشرعه الله ولا رسوله من العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة حتى ولو لم يحدثها هو وإنما أحدثها غيره فإن عمله مردود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم، هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالبدع شر وهي مردودة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، فهي تعب بلا فائدة بل تعب فيه مضرة على الإنسان. نعم. محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. عندي سؤال. رمضان الماضي كان جدي صام 4 أيام فقط من رمضان، بداية رمضان، وبعدين جاء مرض اللي هو مرض السرطان ويستخدم كيماوي، ما قدر يكمل رمضان كامل، صام 4 أيام فقط. مع انه يعني رمضان كان في عقله بس انه تعب ما قدر يصومه. بعد رمضان تقريبا بشهر عقله، بشهر 10 يعني، ذهب عقله، يعني احيانا يجي يعني ما هو بذاكرته كامله. عندي الله، هل تصدق عنه وجدي من امي، هل تصدق عنه او تصوم عنه؟ مع انه حي الان موجود لكن يعني ما هو بكامل عقله. نعم، اذا كان انه ترك الصيام لذهاب عقله فليس عليه شيء. أما إن ترك الصيام من أجل مرضه لأنه لا يستطيع الصيام، ف
فهذا إن قدر شفاه الله وقدر فإنه يصوم، وإن لم يقدر فإنه يطعم عنه، عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو نصف من الطعام عن كل يوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، عندما يحول علي الحول مثلا في شعبان وأردت أن أقدم الزكاة في رجب، فهل أحسب في الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب؟ الزكاة إنما تجب بتمام الحول على المال، وتعلم أن الربح المكسب أنه تبع للأصل، حوله حول الأصل. وإذا عجلت الزكاة بشهر أو أكثر أو حتى لسنتين جاز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين، فيجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. نعم. أحسن الله إليكم. ورد يقول هذا السائل أبو أحمد في حديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، هل النزول في كل ليلة وما صفة هذا النزول؟ نحن نؤمن بذلك، نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. نؤمن بالنزول ونثبته لله عز وجل، وأما كيفية النزول فلا نعلمها، الله أعلم بذلك، إنما نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أبو مشعل من أبها معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، أثابكم الله، سؤالي من فقرتين رضي الله عليك. تفضل. ماذا عن مشروعية المطالبة فيما ورثه الجد أو الجدة من إرث شرعي يحاول بعض الناس حجبه وأكله بالباطل؟ ولا يخفى سماحتكم مدى حاجة الميت لبره من بعده من صدقة تجرى له أو عمل خيري يصل نفعه إليه. هذا الشق الأول. طيب، يجاوب الشيخ. يا أخي، إذا امتنع من يمتنع أو منع أحد من تقسيم التركة لغير عذر شرعي فإنه يرجع إلى القاضي وتقام عليه الدعوى، من أجل أن القاضي يلزمه بتوزيع التركة أو يوزعها القاضي على نظره، لئلا يضر بالورثة، لأن هذا حق لهم، فيجب أن القاضي يتوسط في هذا ويمنع من تعنت المتعنت ويوصل الحقوق إلى أهلها. نعم. جزاكم الله خير. الشك الثاني فضيلتكم: وماذا عن حقية مطالبة الأبناء البالغين في حق أبيهم عندما يكون الجد لازال على قيد الحياة، وما الواجب عليه تجاههم؟ والحديث يقول: الولد وما ملك لأبيه. جزاكم الله خير. لا، الجد لا يمنع الإرث، إرث أبناء ابنه لا يمنعه، هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، فيعطيهم حقهم إن كانوا بالغين وكانوا راشدين أيضا. أما إن كانوا صغارا أو كانوا سفها غير راشدين فإنه يحفظه لهم حتى يزول المانع ثم يسلمه لهم، وليس له للجد أن يأخذ شيئا من حقهم أو أن يمنعه، لأن هذا ظلم، لأن هذا ظلم، الظلم لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وصلتنا هذه الرسالة من الأخت أم رام، تقول: يا شيخ، امرأة متزوجة تسكن مع أهل زوجها، وعند نزولها لهم تتعرض للمضايقات مما يسبب لها مشاكل، وهي حافظة لكتاب الله ولا تريد أن تقطع صلة الرحم، ماذا ينصحها الشيخ؟ أنصحها إما أن تصبر
وتبقى في بيت الزوج وأهله، وأما إذا كان هذا فيه مشقة عليها فلها أن تطلب أن يخصص لها سكنا خاصا ترتاح أو تستريح فيه، هذا من حقها أن تطالب به. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائل أو أورد هذا السؤال الشيخ، يقول زوجتي حامل ويشق عليها جدا القيام والركوع في الصلاة، أما السجود فتقول بأنه صعب جدا عليها، فهل لها أن تصلي جالسة وهل لها أن تؤمي بالركوع والسجود؟ هو كذلك، نعم، إذا كان يشق عليها القيام أو يشق عليها السجود بسبب الحمل فإنها تصلي جالسة وتومئ برأسها للركوع والسجود، ويكون إيماؤها للسجود أخفض من الإيماء للركوع، لأنها في حكم المريض في هذه الحالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، ما رأي فضيلتكم في من يقصر للعمرة من بعض الرأس فقط؟ لا، ما يكفي هذا، لازم تقصير يعمم شعر الرأس من مجموعه، لا من جميعه لكن من مجموعه، ولا يأخذ من جهة يترك الجهة الأخرى، بل يعمم القص على جميع الرأس كما يعمم الحلق، لأن التقصير بديل عن الحلق، والحلق يكون لجميع الرأس، والله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى الرأس، وهذا يعمه جميعا ولا يكفي بعضه. نعم. يقول عندي مزرعة فضيلة الشيخ للعنب والرمان والخضار، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، الخضروات ليس عليها زكاة في نفسها، ولكن إذا باعها وحصل على دراهم قيمة لها وحال عليها الحول فإنه يزكيها، يخرج ربع العشر منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نأخذ علي من القصيم نختم به هذه الحلقة، تفضل يا علي. علي، طيب فضيلة الشيخ يقول إيه نحن نعم تفضل علي، تفضل. السلام عليكم. علي. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. قصر التلفزيون يا علي، قصر التلفزيون شوي. ما عندي تلفزيون. تفضل تفضل. اشتغل عندي عامل غير مسلم يا شيخ، وكلمه يكلمني بالجوال، وأحيانا أنا أرد عليه السلام وأسلم عليه وخدمه يا شيخ، مثلا اجيبه من المطار واجيبها اغراض مثلا وانصح بالاسلام، وهو يعني شبه مقتنع يعني، لكن هل علي شيء يا شيخ مثلا كوني اخدمه مثلا؟ هذا سؤال يا شيخ. شكرا. يا اخي لا يجوز لك ان تستقدم عاملا كافرا الى بلاد المسلمين، والعمال المسلمون كثيرون ولله الحمد. طيب. فلا يجوز لك ان تستقدم العامل الكافر. طيب. لكن ما دمت أنك استقدمته وعقدت معه عقدا فأوفي بالعقد الذي بينك وبينه، ثم رحله إلى أهله، وأما السلام فلا تبدأه بالسلام، ولكن إذا سلم عليك فرد عليه وقل وعليك كذا وعليك. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول، نسافر ونصلي الجمعة ونجمع معها صلاة العصر. هذا خطأ، ما تجمع العصر مع الجمعة، لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يعرف عن العلماء من السلف والخلف، فلا تجمع العصر مع الجمعة. نعم. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الفتاوى القيمة والإجابات المسددة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر زملائي في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر زملائي معي في استوديو الرياض بقية الفنيين والمخرجين. هذا زميلي ناصر البقومي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.